وفائك يا رب ان شاء الله والقلب مكسر الدنيا. يعني هو بني ادم وفنان يستاهل، يعني هو فنان موهوب جدا وبجد وعنده احساس حلو قوي، واختياره لشغله اختيار يعني دقيق، مش بيعمل اي حاجه، وفي نفس الوقت هو بني ادم جميل، وانا عمل معايا حاجات حلوه قوي منهم. يعني انا دي يمكن اكتر حاجه خلتني النهارده اجي، انا ما بحضرش حفلات كتير، بس تامر يستاهل ان انا اجي ارد له شويه من اللي هو عمله معايا، لان هو يعني شجعني في الاوديو بتاعي، ولما بقى كليب هو اول واحد بارك لي في الوسط، فبقول له مبروك يا تامر، وربنا يا رب يكرمه دايما ويبقى دايما في التوب يا رب. ولسه اللي جاي احلى.